ونيجي لمطبخنا وراح نسوي وصفتنا. الروبيان زي ما شفتوا بقشرة بس منظف الظهر ومغسول، راح أخليه بقشرة، راح أتبله بالتتبيلة هذه. عندي هنا بهارات أفصلها لكم، بابريكا، عندك فلفل أسود، بهار السمك، شوي ملح لا تكثرون لأن عندي صويا صوص، وراح أضيف صلصة المحار، كمون وكزبرة، وبهار الشوي. أنا راح أوريكم بهار الشوي اللي استخدمه اللي قد صورته لكم قبل، اللي هو ماجيك، وهذا بهار السمك جدا ممتاز. هذا اللي ضفته البهارات. الملح لا تكثرون، وممكن تستغنون عنه إذا أنتم بتكثرون من الصويا صوص. وعندي هنا فلفل ملون شرايح، وعندي هنا بصلة كبيرة مقطعة شرايح، وثلاثة فصوص ثوم برضو مقطعة شرايح، حبة طماطم مقطعة برضو شرايح، زيت زيتون، وزي ما قلت لكم صويا صوص، وصلصة المحار اللي هي الأويستر صوص. كل هالمقادير راح أخلطها وراح أتبل فيها، كل هالمقادير زي ما قلت لكم راح أخلطها مع بعض وأتبل فيها الجمبري، وبعدين راح نحطها في قصدير ونشويها على الفحم، أو إذا حبيتوا تحطونها بصينية بالفرن تخلونها تنشوي وتستوي وتاخذ طعم البهارات والبصل والطماط والفلفل، راح يطلع لكم جمبري غير شكل. زي ما تشوفون قلبت البهارات مع الأويستر صوص والصويا صوص والفلفل والطماط والبصل والثوم. الحين راح أحطه بالقصدير عشان يكون جاهز إنه ينشوي على الفحم، أو إذا حبيتوا بالفرن. يعني وصفة ولا أسهل، والطعام أضمن لكم إنه راح يعجبكم العشاق طبعا الروبيان. جبت القصدير والحين راح أحط فيه كل الروبيان اللي تبلته، ونزل الصوص زين. إذا حبيتوا تحطون فلفل حار، أنا بحط تقريبا 3 حبات، يعني هذا أمر اختياري مو بالضرورة. وبعدين راح نسكره، بس بغسل يدي. خلاص بعد ما غلفته بطبقتين قصدير عشان اضمن اني اكتمل الروبيان ما يطلع مويته برا، كذا هو جاهز انه يدخل الفرن اذا حبيتوا تدخلون الفرن، او انكم تشوون على الفحم. انا بخليه شوي لين نجهز الفحم ونبدا نشوي. كذا وصفتنا تقريبا خلصت، والشوي وعليكم، وعليكم بالف عافيه. ما شاء الله تبارك الرحمن على الريحه تذبح صراحه. التتبيله طلعت اول ما فكيت القصدير شيء خيالي.